بدل جبيلي من مدينة. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. طيب دقيقة. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالى، قال: الفصل الخامس في هيئة الصلاة والشك فيها وشرائط وجوبها. قال أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما وقاعدا ومحتبيا. أخرجه أبو محمد البخاري عن أحمد بن محمد بن عبد الله السرخسي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي أحمد خلف بن خليفة عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ بن المظفر بمسنده عن أبي علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكاتب عن محمد بن موسى الدولابي عن عباد بن صهيب عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا وانصرف عن يمينه وشماله. قال ابن المظفر الحافظ: هكذا قال يعني ابن صهيب عن جابر، يعني ابن صهيب عن جابر، ورواه الحسن بن زياد عن عطاء مرسلا. واخرج ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن ابي محمد الجوهري عن ابي المظفر عن ابن المظفر بسناد المذكور انفا. واخرج الحسن بن زياد في مسنده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال: لا باس بالسجود على العمامه. اخرجه الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الاثار فرواه عن ابي حنيفه. ثم قال: محمد وبي ناخذه وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن عثمان بن عبد الله بن موهب انه صلى خلف ابي هريره رضي الله عنه فكان يكبر كلما سجد وكلما ركع. أخرجه الإمام محمد في الآثار فروى عن أبي حنيفة. ثم قال: محمد وبه نأخذه وقول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن عطاء وقد سأله عن شأن الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده ويقول: ربنا لك الحمد. قال: ما علي أن يقول ذلك. ثم روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال الرجل: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذا المتكلم؟ قال: 3 مرات. قال الرجل: أنا يا نبي الله. فقال: والذي بعثني بالحق لقد رأيت 34 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها لك وأول من يرفعها لك. أخرجه أبو محمد البخاري عن علي بن الحسين عن علي بن الحسن بن عبدة البخاري عن عبد الوهاب بن فليح المكي عن أبي أم اليسع هكذا. عن أبي أمي هكذا أنتم عندكم عن أبي بقي عن أبي بقي اليسع بن طلحة كأنه أبو بقي هو. قال: رأيت أبا حنيفة يسأل عطاء عن الإمام يرفع رأسه وذكر الحديث. ثم قال: قال أبو حنيفة عن طاووس عن ابن عباس او غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: اوحى الله تعالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسجد على 7 اعظم. اخرجه الامام ابو محمد البخاري عن محمد بن صالح الطبري عن الحسين بن ابي زيد عن اسماعيل بن يحيى عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه ساله عن الرجل المريض يغمى عليه فيدع الصلاه، فقال: اذا كان اليوم الواحد فانه يحب ان يقضيه، فان كان اكثر من ذلك فهو في عذر ان شاء الله تعالى. أخرجه الإمام محمد بن الحسن نعم أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة. قال: محمد إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى، وإن كان أكثر من ذلك فلا قضى عليه، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر رضي الله عنهما في المغمى عليه يوما وليلة قال: يقضي. قال محمد وبه نأخذ. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: امرت ان اسجد على 7 اعظم، ان لا اكف شعرا ولا ثوبا. اخرجه ابو محمد البخاري عن صالح بن احمد القراطي عن الحسن بن سلام عن سعيد بن محمد عن ابي حنيفه رضي الله عنه.
ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم في الرجل يشك في السجده او التشهد او نحو ذلك من صلاته ما لم تكن ركعه تامه يقضي ما شك فيه من ذلك ويقضي سجدتي سهو لذلك ايضا، فانهما يصلحان باذن الله تعالى ما كان قبلهما من النسيان. وكان يقال انهما المرغمتان للشيطان، وانه قال لان اسد لذلك سجدتي السهو فيما لم يحق علي احب الي من ان ادعهما. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار. فروى عن ابي حنيفه قال محمد ربي ناخذه، وان كان يبتلى بذلك كثيرا مضى على اكبر رايه وسجد سجدتي السهو. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم في من نسي فريضه فلا يدري اربعا صلى ام ثلاثه. قال اذا كان اول نسيانه اعاد الصلاه، وان كان يكثر النسيان تحرا للصواب، فان كان اكبر ظني انه اتم الصلاه فان كان اكبر ظني انه اتم الصلاه سجد سجدتي سوي، وان كان اكبر ظني انه صلى ثلاثا اضاف اليها رابعه ثم سجد سجدتي سوي. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه، ثم قال محمد وبه ناخذ. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الرجل اذا راه يتابع بين السجود في غير سهو. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه، ثم قال محمد لا ينبغي ان يسجد لركعته اكثر من سجدتين الا ان يسهو، فلا يدري اسجد واحده ام اثنتين فيمضي على اكمل رايه، وهكذا. وهذا كله قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن شقيق بن سلمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اثلاثا صلى ام اربعا فليتحرى فلينظر افضل ظنه، فان كان اكبر ظني انها ثلاث قام فاضاف رابع اليها رابعه ثم تشهد ثم سلم وسجد سجدتي سهو، وان كان افضل ظنه انه صلى اربعا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي سهو. اخرجه الامام محمد في الاثار فرواه عن ابي حنيفه، ثم قال محمد وبه ناخذ الا اننا نستعب له إن اذا كان ذلك اول ما اصابه انه يعيد الصلاه، وهو قول ابي حنيفه. ثم قال محمد حدثنا مالك بن مغول عن عطاء بن ابي رباح انه قال يعيد مره، قال محمد وبهذا ناخذ، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال اذا سال الامام فسجد سجدتي سهو فاسجد معه، وان لم يسجدهما فليس عليك ان تسجد. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال في رجل سجد ثلاث سجدات ناسيا فعليه سجدتا سهو. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال اذا تخالجك امران فظن ان اقربهما الى الحق اوسعهما. اخرجه الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم قال اذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شك في وضوء او صلاه او قراءه فلا تلتفت. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال محمد وبه ناخذه، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمه. أخرجه الإمام أبو محمد البخاري عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز البغدادي عن أحمد بن إسحاق بن صالح عن خالد بن خداش بن عجلان المهلبي عن خويلد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن ابن مخلد وصالح بن أحمد كلاهما عن أحمد بن إسحاق بن صالح الوراق عن خالد بن خداش عن خويلد الصفار عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن أحمد عن إبراهيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر أول الليل ثم ينام، فإذا قام في آخر الليل صلى ركعة يريد بها نقض وتره ثم يصلي، فإذا فرغ أوتر في آخر صلاته. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت رحمه الله ابن عمر أو ابن عمر ما علمه بالوتر، أما إنه يريد يلعب بصلاته، فإذا أوتر أحدكم في أول الليل ثم قام يصلي مثنى مثنى حتى يسحر فإنه يصبح على وتره. قال أحمد سألت عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن فعل أبيه في الوتر فقال رآه فلم يأل عن الخير. أخرجه القاضي عمر بن حسن الأشناني عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جنادة بن سلم عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ بن خسرو في مسنده عن أبي الفضل بن خيرون عن خالي أبي علي الباقلاني عن أبي عبد الله بن دوسة العلاف عن القاضي الأشناني بسند مذكور لأبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سن في الصلاه اذا نابهم فيها شيء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. اخرجه ابو محمد البخاري عن العباس بن عزيز القطان المروزي عن علي بن سليمان عن حكيم بن زيد
عن ابي حنيفه رضي الله عنه، واخرجه الحافظ طلحه بن محمد في مسنده كذلك. ثم قال: قال ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل: كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: كن يتربعن ثم امرنا ان يحتفظن. اخرجه ابو محمد البخاري عن قبيصه الطبري عن زكريا بن يحيى النيسابوري عن عبد الله بن احمد بن خالد الرازي عن ابي ثابت زربي او زربي ابن نجيح البصري عن ابراهيم بن المهدي عن ابي الجواب الاحمص ابن الجواب عن سفيان الثوري عن ابي حنيفه رضي الله عنهما. واخرجه القاضي عمر بن الحسن الاشناني عن علي بن محمد البزاز عن احمد بن محمد بن خالد عن زربي بن نجيح عن ابراهيم بن المهدي عن ابي جواب الاحمص بن الجواب عن سفيان الثوري عن ابي حنيفه رضي الله عنه. واخرجه ابن خسرو في مسنده عن ابي الفضل بن خيرون عن خالي ابي علي الباقلاني عن ابي عبد الله بن دوسه العلاف عن القاضي الاشناني باسناد مذكور لابي حنيفه رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا احسن الله اليكم؟ نعم شيخنا. الصوت واضح شيخنا؟ نعم احسن الله واضح. اليكم. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم: في الرجل يصلي في يوم غيم ثم تطلع الشمس وقد بقي عليه بعض صلاته، فاذا وقت كان يصلي الى غير قبله، قال: يتحول الى القبله ويحتسب بما مضى ويصلي ما بقي. اخرجه الامام محمد بن الحسن في الاثار فرواه عن ابي حنيفه. قال محمد بن ابي ناخذه وهو قول ابي حنيفه رضي الله رحمه الله. ثم قال: قال ابو حنيفه عن ابي سفيان الطريفي بن شهاب عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإنسان يسجد على 7 أعظم: جبهته ويديه وركبتيه وصدور قدميه، فإذا سجد أحدكم فليضع كل عضو موضعه، وإذا ركع فلا يذبح تذبيح الحمار. أخرجه أو فلا يذبح تذبيح الحمار. أخرجه أبو محمد البخاري عن إسماعيل بن بشير عن حماد بن قريش عن عمر بن الرماح عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن أشرس السلمي النيسابوري عن الجارود بن يزيد عن ابي حنيفه زاد في اوله: اذا سجد احدكم فلا يمدد صلبه فان الانسان يسجد. وذكر الحديث. ورواه عن الحارث بن اسد الاسدابادي عن عبيد الله بن المرزبان عن عبد الله بن ابي اسلم البجلي عن عمار بن بزيع عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ان كتب بزيغ لعلها بزيع. ورواه عن الحارث بن اسد الاسدابادي قال: ورواه ايضا عن ابراهيم بن عبدوس الهمداني عن العباس بن يزيد عن احمد بن بشير عن ابي حنيفه واللفظ له: نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يمد الرجل صلبه في السجود. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابي الضحى عن مسروق انه قال: كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا سلم كانه على الرضف حتى انفتل. اخرجه الحافظ ابن خسرو في مسنده عن ابي القاسم بن احمد ابن عمر عن عبد الله بن الحسن خلال عن عبد الرحمن بن عمر بن احمد عن محمد بن ابراهيم بن حبيش البغوي عن ابي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: واخرجه الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الاثار فرواه عن ابي حنيفه. ثم قال محمد: وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال: في الرجل يصلي في المكان الضيق لا يستطيع ان يجلس على جانبه الايسر او تكون به عله، قال: فليجلس على جانبه الايمن، وان كان يستطيع الجلوس على جانبه الايسر فليجلس. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن أحمد عن إبراهيم أنه قال: إذا كان للرجل إلا جلس في الصلاة كيف شاء. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة. ثم قال محمد: وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من الجلوس في الصلاة على ما أمر به، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن أبي سفيان الطريف بن شهاب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا فصل في الوتر. أخرجه أبو محمد البخاري عن السري بن عصام البخاري من أهل الزنكرة عن عبد الله بن عبد الرحمن المديني عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجده يصلي على حصن يسد عليه. أخرجه أبو محمد البخاري عن أحمد بن محمد بن حسن بن سلام الدينوري عن احمد بن عباد بن سعيد الثقفي السراج عن عيسى بن يونس عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن احمد عن ابراهيم انه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع يديه على ركبتيه اذا ركع، وان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يطبق يديه بين ركبتيه اذا ركع. قال ابراهيم: الذي كان يصنع عبد الله كان شيء يصنع فترك، والذي صنع عمر احب الي. اخرجه القاضي ابو الحسن عمر بن الحسن الاشناني عن ابي حنيفه محمد بن حنيفه بن ماهان عن تميم بن المنتصر عن اسحاق بن يوسف عن الازرق عن ابي حنيفه رضي الله عنه.
واخرجه ابن خسرو في عن ابي الفضل بن خيرون عن خالي ابي علي الحسن بن احمد الباقلاني عن ابي عبد الله احمد بن محمد بن دوسة العلاف عن القاضي الاشناني باسناده الى ابي حنيفه رضي الله عنه. واخرجه الامام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن ابي سفيان عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى محتبيا من رمد كان بعينيه. أخرجه أبو محمد البخاري عن عبد الله بن شريح البخاري عن محمود بن خداج عن علي بن يزيد الصدائي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن إسحاق بن محمد بن مروان عن أبي عن مصعب بن المقدام عن أبي حنيفة غير أنه قال صلى تطوعا ومحتب بثوبه. وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة. ثم قال محمد نبي نأخذ لا نرى بذلك بأسا، وهو قول أبي حنيفة فإذا بلغ السجود حل حبوته وسجد. ثم قال قال ابو حنيفه عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال اذا هممت باقامه 10 ايام فاتم الصلاه. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن ابي العباس بن عقده عن مضر بن محمد عن ابي جعفر الرازي احمد بن عمر عن ابي مطيع البلخي رحمه الله عليه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي في السفر 2 ركعتين وابو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يزيدون عليه. أخرجه أبو محمد البخاري عن حاتم بن بور بن الخطاب قال عن حاتم بن بور عندكم يوسف ها عن حاتم بن يوسف ابن الخطاب الترمذي هنا مكتوب بور نعم قال عن حسن بن مطيع عن معاذ بن عن معاذ بن أبي الجارود عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن مسلم بن عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة 15 يوما فأتم الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصر. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه أبو عن أبي حنيفة. ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس بمكة الظهر 2 ركعتين ثم انصرف وقال يا أهل مكة إن قوم سفر فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل فأكمل أهل البلد. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فروى عن أبي حنيفة. ثم قال محمد وبه نأخذ إذا دخل المقيم في صلاته المسافر فقصر المسافر وأتم المقيم صلاته وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رحمة الله عليهم أنه قال إذا دخل المسافر في صلاة المقيم أكمل. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فروى عن أبي حنيفة. ثم قال محمد وبه نأخذ إذا دخل المسافر مع المقيم وجب عليه صلاة المقيم 4 وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يغرنكم محشركم هذا عن صلاتكم. يغيب الرجل قال يغيب الرجل منكم في ضيعتي فيقصر ويقول أنا مسافر. هنا عندكم لا يغرنكم حضركم هذا عن صلاتكم. أنا عندي محشركم نعم تحتاج مراجعة. أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن أبي حنيفة. ثم قال محمد نبي نأخذ إذا كان على مسيرة أقل من 3 أيام ولياليها أتم الصلاة، فإذا كان على مسيرة 3 أيام ولياليها فصاعدا ولم يكن له بها أهل ولم يوطن نفسه على إقامة 15 يوما فليقصر، فإذا وطن نفسه على إقامة 15 يوما أو 15 يوما أتم الصلاة ما دام في ضيعته، فإذا خرج راجعا إلى أهله قصر الصلاة ومسيرة 3 أيام ولياليها في القصر سير الإبل أو مشي الأقدام وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود حضر نعم ثم قال قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها لما قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرض الذي قبض فيه خف من الوجع، فلما حضرت الصلاة قال لعائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس، فأرسلت إلى أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فأرسل إليها بنتاه إني شيخ كبير رقيق فإني متى لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي أرق لذلك، فاجتمعي أنت وحفصة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرسل إلى عمر. ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنتن صواحب يوسف عليه السلام، مري أبا بكر فليصلي بالناس. قال فلما نودي بالصلاة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤذن ويقول حي على الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوني، فقالت عائشة قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس أو قد أمرت أبا بكر أن يصلي بالناس وأنت في عذر، قال ارفعوني فإنه جعلت قرة عيني في الصلاة. قالت عائشة فرفع بين 2 وقدماه تخدان في الأرض،
فلما سمع ابو بكر بحث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تاخر، فاومى اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم عن يسار ابي بكر، وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم حداه يكبر، ويكبر ابو بكر بتكبير النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويكبر الناس بتكبير ابي بكر حتى فرغ من الصلاه، ولم يصلي بالناس غير تلك الصلاه حتى قبض صلى الله عليه واله وسلم. وكان ابو بكر رضي الله عنه والامام وكان ابو بكر رضي الله عنه الامام والنبي صلى الله عليه وسلم وجع حتى قبض. اخرجه ابو محمد البخاري عن ابي اسامه زيد بن يحيى بن زيد الفقيه البلخي عن محمد بن قاسم عن عبد العزيز بن خالد عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يوتر بثلاث يقرا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بقول يا ايها الكافرون، وفي الثالثه بقول هو الله احد. اخرجه ابو محمد البخاري عن محمد بن علي بن سهل المروزي عن محمد بن حرب عن الفضل بن موسى عن ابي حنيفه رضي الله عنه، ورواه عن العباس بن عزيز القطان المروزي عن محمد بن عبد الله عن الفضل بن موسى عن ابي حنيفه، ولفظه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعه الاولى من الوتر بام الكتاب يسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بام الكتاب وقل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه بام الكتاب قل هو الله احد. ورواه ايضا عن احمد بن محمد بن سعيد عن محمد بن تميم بن عباد المروزي عن محمد بن ابي تميله عن الفضل بن موسى عن ابي حنيفه، ولفظه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث. ورواه عن العباس بن عزيز القطان عن محمد بن عبد الله عن الفضل بن موسى عن ابي حنيفه الا انه لم يذكر الاسود. ثم قال: ورواه عن عبد الله بن محمود عن ابن ابي تميله عن الفضل بن موسى عن ابي حنيفه رحمه الله. ثم قال: قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم انه قال: من لم يكبر حين يفتتح الصلاه فليس في صلاه. قال محمد: وبه ناخذ الا ان يكون حين كبر تكبيره الركوع كبرها منتصبا يريد بها الدخول في الصلاه، ويجزيه ذلك، وهو قول ابي حنيفه رضي الله عنه. اخرجه الامام محمد بن الحسن رحمه الله في الاثار فرواه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن زياد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا افتتح الصلاه رافع يديه حدوى منكبيه وقال حدوى اذنيه. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد في مسند عن ابي العباس بن عقده عن عبد الله بن احمد بن بهلول عن جده اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفه عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتر بثلاث ركعات: اقرا في الاولى بسبح اسم ربك الاعلى، وفي الثانيه بقول يا ايها الكافرون، وفي الثالثه بقول هو الله احد. اخرجه ابو محمد البخاري عن احمد بن محمد بن سعيد عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن ابي جناده عن ابي حنيفه رضي الله عنه. الصوت واضح شيخنا، احسن الله اليكم، غفر الله لنا ولكم. قال: ثم قال: قال ابو حنيفه عن وقدان ابي يعفور العبدي عمن حدثه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله زادكم صلاه وهي وتر. اخرجه ابو محمد البخاري عن احمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن عبد الله بن محمد بن نوح عن النبي عن خديجه بن مصعب عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ورواه عن محمد بن يونس السرخسي عن احمد بن مصعب وعن ابي بكر محمد بن علي بن سالم المروزي عن محمد بن حرب كلاهما عن فضل بن موسى عن ابي حنيفه رضي الله عنه الى قوله زادكم صلاه. ورواه عن عبد الله بن عبيد الله بن شريح عن ابراهيم بن مسعده السمرقندي عن ابي مقاتل حفص بن سلم عن ابي حنيفه قال: ان الله زادكم صلاه الوتر. قال: ورواه عن احمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن جعفر بن محمد عن النبي عن عبد الله بن زبير عن عبيد الله بن زبير عن ابي حنيفه قال: ان الله زادكم صلاه وهي الوتر فحافظوا عليها. ورواه كذلك عن محمد بن صالح بن عبد الله الطبري عن علي بن سعيد عن محمد بن مسروق عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ورواه عن محمد بن اسحاق بن عثمان عن جمعه بن عبد الله عن اسد بن عمرو عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ورواه عن علي بن المجشل المروزي عن علي بن خشرم عن يحيى بن نصر بن حاجب عن ابي حنيفه عن ابي يعفور عن يحيى بن ابي كثير عن من سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله زادكم صلاه هي الوتر فحافظوا عليها. نعم. قال: اخرجه الحافظ طلحه بن محمد بن مسدي عن صالح بن احمد عن عمار بن خالد عن سيد بن عمرو عن ابي حنيفه عن ابي يعفور عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان الله تعالى زادكم صلاه الوتر فاسمعوا واطيعوا. ورواه عن ابن عقده عن عمر بن حفص السلمي عن محمد بن عبد الوهاب عن يحيى بن نصر بن حاجب عن ابي حنيفه عن ابي يعفور عن يحيى بن ابي كثير اليمامي عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وأخرجه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي الفضل بن خيرون عن أبي بكر خياط المقرئ عن أبي عبد الله بن دوسة العلاف عن القاضي عمر بن الحسن الأشناني عن علي بن محمد المزمني أو المزمني عن عبد الله بن عمر بن أبان عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة عن أبي يعفور عن من حدثه عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
واخرجه القاضي الوشناني بسند مذكور الى ابي حنيفه كذلك، واخرجه الحسين بن محمد بن خسرو عن احمد بن عبد الجبار عن القاضي ابي القاسم علي بن علي بن ابي علي البصري عن ابي القاسم بن الثلاج عن ابي العباس بن عقده عن عمر بن حفص البلخي عن محمد بن عبد الوهاب المروزي عن يحيى بن نصر بن حاجب القرشي عن ابي حنيفه عن ابي يعفور عن ابي ابن ابي كثير اليمامي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى زادكم صلاه وهي الوتر حافظوا عليها. ثم قال: قال ابو حنيفه عن ابي يعفور عن من حدثه عن سعد بن مالك انه قال: كنا نطبق ثم امرنا بالركب. اخرجه ابو محمد البخاري عن احمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن عبد الله بن احمد بن بهلول انه قال: هذا كتاب جدي اسماعيل ابن حماد ابن حماد فقرات فيه حدثني ابي عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ورواه عن علي بن حسين الكشي عن شعيب بن ايوب عن ابي يحيى الحماني عن ابي حنيفه رضي الله عنه عن ابي يعفور عن من حدثه انه راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا ركع وضع يديه على ركبتيه قال: وقال سعد بن ابي وقاص: كنا نطبق ثم امرنا بالركب. ورواه عن احمد بن محمد عن القاسم بن محمد عن محمد بن محمد عن ابي يوسف عن ابي عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ورواه عن محمد بن حسين البزاز عن بشير بن الوليد عن ابي يوسف رحمه الله تعالى عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال واخرجه الحافظ طلحه بن محمد في مسنده عن ابي العباس بن عقده عن جابر بن محمد بن مروان عن ابي عن عبد الحميد الحماني عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن عبد الملك بن ميسره ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نطبق ثم امرنا بالركاب. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد في مسنده عن احمد بن محمد بن سعيد بن عن عبد الله بن احمد بن البهلول عن جده اسماعيل بن حماد عن ابي عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال: قال ابو حنيفه عن ادم بن علي البكري ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي: إذا سجدت فلا تفرش ذراعيك افتراش السبع وادعم على راحتك وأبدي ضبعيك. قال: فإن بذلك يسجد أو فإنه بذلك يسجد كل عضو منك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن علي بن عفان عن عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ الحسين قال: واخرج الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو البلخي عن ابي الفضل بن خيرون عن خالي ابي يعلى عن ابي عبد الله بن دوسه العلاف عن القاضي الوشناني عن علي بن حسين بن علي الصدائي عن ابيه عن علي بن عاصم عن ابي حنيفه عن ادم بن علي رضي الله عنه قال: عن ادم بن علي عن انه قال: صليت الى جنب عبد الله بن عمر فجعلت افترش ذراعي، فلما سلم الامام قال: من اين انت؟ قلت: من الكوفه. قال: يا ابن اخي، اذا سجدت فلا تفترش ذراعيك افتراش السبع. ورواه عن ابي القاسم بن احمد بن عمر عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن ابراهيم بن حبيش عن محمد بن شجاع الثلجي عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفه رضي الله عنه. ثم قال ابو حنيفه عن ايوب بن عايد عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض الصلاه على لسان نبيكم على المقيم اربعا وعلى المسافر شطرها او شطرها شطرها وعلى الخائف ركعه واحده. اخرجه الحافظ طلحه بن محمد في مسنده عن احمد بن محمد عن احمد بن عبد الله بن الصباح عن محمد بن يعقوب عن ابي سعد الصغاني عن محمد بن ميسر او ميسره عن ابي حنيفه رضي الله عنه بن ميسر. احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. امين امين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شيخنا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب يا أخوة، قرأنا من الحديث 571 إلى الحديث 615، من الحديث جزاك الله خير شيخ محمد. وإياكم 571 من بداية الفصل الخامس إلى 615 من صفحة 302 إلى صفحة 331 من طبعة دار ابن حزم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المشكلة ما بتكون مع الأبي لأنه
خطأ خطأ. حذيفة 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 تبتدي تلعب بالأغراض، خذها واضربها، بعدين صحي لي أحد من بناتي تحطوها ورا ما صلوهم. صحيهم يصلوا ويدلون ايش تحت. فيك تلعبين بالاغراض ها؟ حفظتها مدلدلة شوف لوين. انت نسيت الحفاضه؟ ايه في مين نسيت الحفاضه؟ مين نسيت الحفاضه؟ مين نسيت الحفاضه؟
كان متوسط الهاجري ذاك الكبير ذاك الضخم، كان عبد الله نايف، عيال عمه اللي صار عليهم حادث، في واحد مات واحد في المستشفى، فهو يعني راح يكلم سام سعد ندعي له. أنا بس اللي ما دريت إنه اللي توفى، أنا أذكر إنه كان بالمستشفى وكذا، عارف أنا شو اسمه، هو الوالد وأخوان العيال الوالد نعرفهم كلهم، فبس اليوم اللي كلمتني يعني تو لقيت اللي توفى، بس كنت داخل المستشفى اللي كان مرة ثانية.
لك لا لا
نعم، ما بقى له شيء ترى. يلا قوموا. أمين أمين ده. أمين تعال. معانا. أمين تعال. عليهم. طيب على فكرة في سمبوسة صلوا عشان ندخل المطبخ. ما سوينا ولا شيء.